صنع في السعودية لم تكن كلمة عادية لدى الشاب السعودي وتحديدا لدى الشاب عبد الله. ومن شمال السعودية انطلقت فكرة عبد الله في أول مشروع ريادي له، وكانت بدايته تعتبر بسيطة وغير مكلفة، حتى أصبح اليوم عبد الله يملك مصنع للمناديل كأصغر رائد أعمال في مدينة سكاك الجوف. بدايتي طال عمرك درست قسم كيمياء بجامعة الجوف، تخرجت. بعد ما تخرجت طلعت في فرص عمل موجودة عندنا بالسوق، فرص عمل في وظائف توقفك على ليفل معين، لكن أنت كتاجر ما توقف على ليفل معين، تطلع ليفل أعلى وأعلى وأعلى وأعلى. واشتغلت تقريبا مهندس إنتاج، يعني 96 شهر مهندس إنتاج مصنع مناديل ورقية. بعد كذا جتني الفكرة وكونتني أنا ليه ما أسوي مصنع ثاني بس مو بنفس خطة، طورت من الخط، خط الإنتاج طورت منه هو بنفس خطة. وهنا عبد الله قدر يكسر الحاجز وتغلب على جميع الظروف وأصبح يورد في أغلب مناطق السعودية. رحت الريادة أخذت منهم القرض وانتجت المصنع ووقفت على المصنع وسويت سوق ولفيت بالسوق شخصيا، أنا اللي أحمل وأنا اللي نزل، وما هو هذا شيء ما يعيب، أتعب على شغلتي وأتعب على هالشيء هذا. وكونت لي قاعدة من العملاء كبيرة جدا، بدأنا نشتغل على مستوى منطقة سكاك الجوف، على مستوى منطقة تبوك، على مستوى منطقة عرعر والمناطق اللي حواليها كلها. والمنطقة والله محتاجة مصانع صراحة، محتاجة غير مصنع مناديل، مصنع منظفات بلاستيك، مصانع كثير والله، فرص كثيرة، الفرص موجودة، عمرها ما تتقفل الفرص، أبحث عن الشخص المناسب اللي يعطيك المساحة ويعطيك المجال أنك تكون شغلك. أهم شيء تتجه للشخص زي ما قلت لك، تتجه للشخص المناسب اللي يعطيك فكرتك يستفيد منك وتستفيد منه، وتبدأ عاد أنت خطوات النجاح إن شاء الله. قصة عبد الله قصة ملهمة في عمله الريادي، وتحتاج وقفة من جميع الداعمين لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى نشوف عبد الله يمثل السعودية ويصدر للخارج ويصبح مشروعه من المشاريع الكبيرة في المملكة العربية السعودية. للقناة السعودية يزيد السالم الجوف.